يقول الكتاب المقدس: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. هذه الآية بتتكلم عن ملء الزمان، يعني في الوقت المعين، في الوقت المناسب، عندما اكتمل الزمن، إنه ولادة المسيح لم تكن قبل ولا بعد، لكن جاءت في الوقت المعين. فما هو المقصود في الوقت المعين؟ طبعا الله استخدم كل الأحداث والظروف السياسية والاجتماعية حتى تلعب دور في مجيء المسيح يسوع المسيح. أول شيء خلينا نشوف إنه الله استخدم الحضارة الهيلينية أو الفلسفة اليونانية أو اللغة اليونانية اللي كانت اللغة الأساسية الرسمية في تلك الأيام، مع أنه كان روما تحكم العالم، لكن اللغة الرسمية كانت اللغة اليونانية. كانت الفلسفات منتشرة في أيام المسيح وتحاول أن تبحث عن جوع معين، تبحث عن شيء معين لتشبع جوعها. طبعا منها كلمة اللوغوس، العقل الإلهي اللي بيتكلم عنه يوحنا البشير. لكن العهد القديم ترجم إلى اللغة اليونانية، الترجمة السبعينية، وكانت منتشرة في تلك الأيام. العهد الجديد ترجم أيضا أو كتب باللغة اليونانية اللي كان متعارف فيها في تلك الأيام. هذه الحضارة نشرها طبعا الإسكندر الأكبر، حيث أخضع العالم القديم من آسيا، أوروبا وأفريقيا، وانتشرت هذه اللغة والحضارة في كل مكان. فهذا لعب دور مهم في مجيء المسيح، لأنه كانوا بيتوقعوا من خلال النبوات، مش بس في اللغة العبرية، كانت أيضا في اللغة اليونانية. الشيء الثاني، الله استخدم القوة الرومانية. في أيام أغسطس قيصر وصلت روما أو العالم الروماني إلى أوج عظمتها، إلى العصر الذهبي، كما واحدة من الأقوال المأثورة لأغسطس قيصر: يعني استلمت روما من الطين والآن أتركها لكم من الرخام. وهذا إن دل على شيء، إنه طور روما ووصلت إلى العالم القديم أيضا إلى ثلاث قارات. طبعا في أيامه تم الإحصاء أو الاكتتاب حتى يوسف ومريم يروحوا إلى بيت لحم وتتم النبوة. لولا الأمر من أغسطس قيصر ما كان هذا الشيء. لكن أيضا منشوف العظمة الرومانية والقوة الرومانية اللي بسطت عظمتها في كل مكان، من التشريع والقوانين والطرق اللي ربطت كل الطرق القديمة في روما، وأعطت يعني نوع من الحرية الذاتية في بعض الأماكن يمارسوا العبادات. مثلا اليهود كان عندهم هيكل في أورشليم، وأيضا كان في بعض الأماكن عندهم الحكم الذاتي. فهذا طبعا ساعد على انتشار الإنجيل، لأنه كان في حماية، كان في حراسة، والعالم القديم كان كله روما، موحد تحت شعار واحد، تحت قوة واحدة، تحت قدرة واحدة اللي هي قوة الإمبراطورية الرومانية. لكن شيء ثالث اللي مهم جدا، إنه اليهود رجعوا وكانوا موجودين في البلاد، مزبوط كانوا تحت حكم الرومان، لكن كانوا بيمارسوا العبادات، منها الذبائح في الهيكل والأعياد ومجمع السنهدريم، حتى يقوموا بمحاكمهم التشريعية وقوانينهم اليهودية اللي سمحت فيها الرومان في تلك الأيام. كان عندهم الكتاب، كان عندهم العهود والاشتراع، كان عندهم إدراك وانتظار للمسيح أو المسيح المنتظر. فالمسيح عندما جاء إلى مجتمع، إلى شعب كانوا بيتوقعوا مجيء المسيح لكي ينقذ من العبودية، لكي يحرر من الخطية. الله استخدم أغسطس قيصر في هذا الاكتتاب، الله استخدم هيرودس الكبير حتى يتمم المشيئة الإلهية وتتم النبوات في نفس الفترة الزمنية. وهذا إن دل على شيء، إنه في ملء الزمان جاء المسيح. استخدم الله كل الأحداث، من حضارة يونانية أو لغة يونانية، للقوة الرومانية، للخلفية اليهودية، حتى يأتي المسيح ويولد في ملء الزمان لتتميم المشيئة الإلهية.